مكملين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبالف خير. احنا دابا في الشومبر الجديده، في السيت اب جديد اللي تحولت من الشومبر القديمه اللي كانت عندي. دابا الشومبر جديده، غادي نحاولوا اننا نرتبوها وغادي نشارك معكم هذا الشيء كامله في 10 دقائق. كل شيء السيت اب كامله من ا حتى زد، بزاف ديال البوكسين انا غادي نشاركهم معكم وغادي نوريكم حتى منين خديت هاد لي بوكسين هادو كاملين. دابا كيف كتسمعوا البيت خاوي، غيبقى تسمع لكم الهضره طرواد كيقولوا لها ليك ولا ما عرف شنو هي. المهم انا دابا هاد لي بوكسين اللي كاين هنايا، ماشي كلشي باقي غتوصلني شي حوايج اخرين، كامل غادي تشوفوا معايا ايطاب بار ايطاب كيفاش غادي كيفاش غادي نرتب هاد الشيء. هاد الحيط هذا غادي نصبغو كامل بالكحل، اوكي. وهاد الحيط هذا اللي فهاد الجنب هذا اللي هنايا غادي ندير فيه هاد ورق الجدران هذا. شتي عجبني هاد السيل بزاف، هو اللي غادي نديرو فهاد الحيط هذا. غادي نمشيو نشوفو نقلبو على شي معلم، حيت انا هاد ورق الجدران نقدر نلصقو انا راسي ياك، ولكن ما غاديش نلصقو بحال واحد معلم. الوغ دابا غادي نحاول باش نحيد هاد الشيء كامل اللي هنايا، وغادي نحولو لبلاصه اخرى باش البيت كاملو يكون خاوي. صباح الخير عليكم، كيف كتشوفوا دابا يلاه فايق من النعاس. هذا النهار الثاني، غادي نحاول نصبغ انا هذا الحيط هذا بما جا المعلم باش يقاد لي السيكلز في هذا الحيط هذا. كيف كتلاحظوا دابا هذا هو الكوش الاولاني، يعني كتضرب كوش واحد كتخليه ينشف واحد الساعه ولا ساعتين، عاد كتزيدو كوش اخر باش الصباغه تشرب مزيان. هكا كنكونوا قدروا سالينا هذا الحيط هذا، بما تسنينا المعلم غادي يجي باش يصاوب لنا هذا الحيط هذا ان شاء الله. المهم كيف كتشوفوا هو جا عندي معلم كمال، يلاه صاوب لي دابا هذا الباس هذه، باقي خصو يكمل هذا الشيء. اه كمال سي كمال تبارك الله عليك اخويا كمال، كي داير هادي بخير؟ الله يبارك على الناس كلشي مزيان، الله يحفظك. الا بغيتو تصاوبوا شي حاجه انا غنحط لكم النمره ديال كمال اللي بغى يصاوب بابي بان، هادشي كيصاوبوا مزيان. بابي بان باركي جي فليكس كاع شي لعبه جات تشكور انا معكم. الله يحفظك تبارك الله عليك اخويا كمال. جيب دير جيب للناس اللي كيتفرجوا بينا ديما تبارك الله عليك. هاد الحيط انا اللي زوجته، جيتي مع التلوين مع الحيط، جيتي هو تبارك الله. وكمل لي الحيط كامل هنايا. دابا باقا الارضيه انا ما تعجبنيش هاد اللي جا نشوفو، فغادي نديرو ليه هاد سميتو جيفليكس. هاد الجيفليكس هذا تبارك الله على خير، على خير كمال. تلفتي تصور شي لعبه، ولكن حتى هو راه مهنه بحالي كنزاول هاد المهنه، كنزاول هادشي بالفهمش. الله يحفظك اخويا. المهم كيف كتلاحظوا، ها هو المعلم السي كمال غادي يلصق لنا هاد الارضيه هادي هنايا. مي شو سبحان الله العظيم، ملي ما كانش سبحان الله العظيم ملي ما كانش الجليج، ملي كان الجليج كان عاطي واحد الديكور اخر، ولكن شو دابا ملي ولا هاد البابي بان الديكور هذا مع الارضيه عطا واحد الشكل زوين، وكيفاش غيعطينا مع الكحل زعما شي حاجه طوب. تبارك الله على السي كمال. كيف كتشوفوا دابا حال شي زوينه، حيت البارح مع صبغت الحيط وبقات فيا الصباغه في يدي، الو خديت واحد الدوش خفيف ظريف
باش نعاود اليوم الصباح نكمل واحد الخدمه. كتشوفوا هذا هو الشيء اللي كملنا دابا حاليا. باقي لي دابا الانبوكسين. اليوم وصلني واحد الانبوكسين واعر وخطير جدا اللي هو البيرو. انا ما عرفتش واش غادي كنفكر واش نصور لكم الانبوكسين ولا لا، ولكن عاود فكرت قلت خلي حتى نكمل البيت كامله ونكمل الانبوكسين كامل وعاد غادي نوريكم كل شيء منين خديته بلا ما نبقى كل مره نعاود عاوتاني نحل لكم انبوكسين جديد انبوكسين جديد كاين بزاف. الو غادي نحل كل شيء وفي الاخر نوريكم اي كل حاجه منين خديتها. صافي هادشي اللي كاين، يلا نتلاقاو مره اخرى. تشاو تشاو. الفين وتمنطاش دازت بزاف ديال الذكريات بحال كاع الاعوام اللي فاتوا. شكرا كاع الناس اللي كانوا معايا، شكرا لكاع الناس اللي كيشجعوني. عام جديد، ديكور جديد، ناس جداد، تعلمت بزاف الحوايج الاعوام اللي فاتوا. مبغيتش نبقى نطيح نفس الاغلاط. نتمنى هاد العام يدوز زوين، حياه جديده في بلاصه جديده. شكرا. مرحبا بكم في الشومبر الجديدة اللي صابت، تفضلوا. درت فيهم كتب هنا وانا درت واحد الراديو قديم. هذا الراديو هذا قديم من بين لي زاكسيسوار اللي كيعجبوني بزاف، بما بانوا لي زاكسيسوار جداد. وهنا كاين الدرع كيف كتشوفوا. هاد الطاجيرات هادو خديتهم من عند كيتيا ماشي ايكيا، كيتيا ملي خديت هاد الطاجيرات هادو. وهاد الكتبه كانوا عندي والراديو خلاص، الدرع ديال 100,000 ان شاء الله نجيبو المليون. من بعد كيجي مورا هاد الكرسي هذا، هاد الكرسي هذا اللي مريح بزاف، يعني الكرسي اللي تقدر تستمتع به ويقدر يلعب به. اش من يلعب به؟ هذا اصلا هاد الكرسي هذا ديال الجيمين، ولكن انا شدا في الجيمين. المهم ما عليناش. كوكو. كنعرفش انا بزاف كراسة، ولكن اللي تنعرف هو انه من بين لي مارك الواعرين اللي كاينين في الكراسة. كيف قلت لكم اليوم غادي تلقاو لتحت في الديسكريبسيون، خديتو من عند ناو فيجن ماركت اللي ديجا تعاملنا معاها وسبونسوراهم، شكرا لهم. هاد العيبة كتخرج بحال هكدا، شتيها تقدر تكا عليها ولا شوش ما تدفع شي حاجة أخرى. كيف كتلاحظو هنا عندي بي سي ازوس اللي هو بي سي بورتابل. علاش ما خديتش بي سي جيمر اللي كانت غنستايل فيه؟ انا واحد الانسان يعني ما كنكون ستابل ديما، يعني ان شاء الله من القدام نقدر ناخد شي بي سي جيمر ويبقى عندي بي سي بورتابل، حيت انا كنتنقل بزاف وكنبغي بي سي بورتابل يكون معايا ديما. هنايا عندنا قهوه ديال نسكافي باش نشربو مره ملي بغو نديرو المونتاج نشربو قهوه ديال نسكافي. فون هادي ديال التليفون حطيتها ديكور. هادي الا بغيت ندير مثلا لايف ولا بغيت ندير شي حاجه اللي عندنا هنايا. وهنا واحد المصباح اللي غادي يزيدنا واحد ديكور اخر، هانتوما غتشوفو ملي غادي نشعلو. شي الديكور اللي زاد لينا هنا. Oh my god! Wow! Oh my god! On. On. ها هو شعل. يعني تقدر ندير شوف احمر. غادي نطفي لكم هاد الضوء هذا باش تشوفوا كيفاش كيجي. كيجي على هاد الشكل هذا. بلاتي نقول لكم منين خديت هاد الشيء. هاد الشيء كامل اللي كتشوفوه هنايا خديته من عند ايكيا. تا هما غادي حط لكم لي لين ديالها ديال ايكيا غادي يكون يا ماشي سبونسور اولي الله يحب بها الوالدين. صافي هادشي اللي كاين. كنشكركم بزاف حيت بقيتو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، شفتوا التفاصيل كامله في 10 دقائق. شكرا لكم بزاف، شكرا على التفاعل ديالكم وبغيتكم تشجعوني بزاف. ونصائح الناس اللي بغاو يقادوا الشومبر ديالها اقل ثمن ممكن، فهمتي. واتساب ايفري بادي. تشاو تشاو.